انت من امتى انت هون؟ يعني اجيت من شوي. تحسين ليه؟ خلص ولا حرف. معقول؟ روي شوي. انت كنتي عم تراقبيني يعني؟ نوران ليش عم تعملي هيك؟ لك ما تحكي يلا. لك ليش عم تعملي هيك؟ كان بدي شوف واعرف مع مين عم تخونني. تحسين انت عملت شي لهذا الزلمة؟ اي انا يلي قتلته، سمعتيني؟ انا لازم احذف هي الصور هلا وفورا. ما فيك تعمل شي. اتركه، اتركه، عمل لك اترك. شبك انت؟ هاتي شوي، عمل لك الشرطة. بعرف انك قتلت هذا الزلمة. طولي بالك، انت فهمتيني غلط عن جد. يا ربي دخيلك، شو صار؟ هاتي الموبايل. لا ما رح اعمل لك. هاتي نوران، تركني. هاتي، لا تخليني اعمل لك. نوران أمي دققت لي. شوفي ما عم ترد، كأنها بعتها رسالة صوتية. لازم ترجعي على البيت فورا، أنا وياكي لازم نحكي بموضوع ضروري. طلع معك حق بخصوص تحسين. نوران، 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 لا 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 تعملي هيك حبيبتي، والله مو كان قصدي. نوران افتحي عيونك. نوران خلاص لا تعملي هيك حبيبتي، فتحي عيونك بترجاكي. عامل لك يا ربي دخيلك، شو هاليوم هاد؟ والله مو وقتك هلا يا هايلة، عن جد مو وقتك هلا. نوران فتح عيونك، عمل لك. يلا تعي. طمنيني ان شاء الله كل شيء تمام. امي ما عم ترد على موبايلها. ايه طولي بالك، يمكن ما لحقت ترد. روقي شوي، دقي لها مره تانية. ايه انا عم دق لها بس ما انا عم ترد. اهلين هايلة. اللي وين امي؟ ليش ما عم ترد علي؟ اعطيني اياها بسرعه. امك وقعت على الدرج. شو عم تقول؟ كيف صار هيك؟